إذن متتبعي قناة شوف تي في، تحية للجميع مباشرة من مدينة قلعة سرغنة. اليوم معنا واحد السيد اللي تيقول أنه ضاعف حقه ديال الإرث اللي خلى لهم الأب ديالهم، واللي تيقول أن الأخ ديالو استولى لهم على الأراضي ديالهم من بعد ما توفى الأب ديالهم. مشاهدينا اليوم غادي نشوفوا هاد القصة ديال هاد السيد، هاد المواطن اللي تيقول أنه ضاعف حقه، وأنه يعني دار عدة محاولات ربما للصلح، ربما تيقول أنه التجأ لبعض المساطير، لكنه مازال كيعاني ومازال ما تسلمش الحق ديالو. تفضل سيدي، قدمنا نفسك، شكون نتايا ومنين البلاصة وشنو وقع لك في هاد المشكل ديال الإرث؟ سيدي أنا من سد المسيرة. يعني سد المسيرة، تفضل سيدي. من سد المسيرة أمس. أيه. هنا جانا البرج وعطانا سيدنا هاد الأرض. وتحولنا هنا للقطارات، وهاد القطارات نعم السي ربانا. حاول تقرب للمشاهدين، القطارات فينا بجماعة، فينا عطاوكم؟ تعاونية الرغوية. تعاونية الرغوية، اش من جماعة؟ جماعة الحافات. جماعة الحافات إقليم قلعة السراغنة. واخا سيدي تفضل كمل. جينا سيدي من عطاونا التعاونية، نود هذاك السيد سولى لنا حقوقنا، سولى لنا على الأرض ديالنا، ما عطاناش، ما خلينا فين مشينا. قال المحاكم جرينا، مشينا للرباط، مشينا لمراكش، ما خلينا حتى بلاصة. نعم. اليوم هذا السيد ما عطانا حتى حاجه، هو اليوم طايح ميكت علينا واحد العام هذه ولا 8 اشهر اللي ما داروا معايا والو. راني الله راني كندافع على راساتي، انا كنطالب في الحق ديالي. هذا الشيء اللي كاين. انا كنسول جلاله الملك الله ينصرو سيدنا الحسن الثاني، راه هو اللي عطينا هذه الارض، عطيها لوالدينا، وحنا عندنا الارض كاينه تما، واليوم هاد الناس غلبونا الله يجازيك بخير. انا كنطالب في الحق ديالي، نعمس انا كنطالب في الحق ديالي، ما كنطالب حتى في شي حاجه. انا راه واليد وكان الناس معايا قاسمين وشادين حقهم، وانا ما شديت حتى حاجه نعمس، ما عرفتش راساتي واش انا من هذه الدوله ولا ماشي دوله اخرى. شحال نتوما ديال الخوت؟ احكي لينا شحال نتوما ديال الخوت، شكون اللي استفاد شكون اللي ما استفادش؟ انت بوحدك اللي ما استفدتيش ولا كاين شي حد اخر اللي ما استفدش؟ لا انا اللي كاينين حنا خمسه الخوت، هذاك السيد عاد دار جيت عادي تفتف عليهم من تحتيها، ميكوا علي انا كاملين، وجناو شادوا في المحكمه بان شاد حقي انا حتى حاجه ما شاد، اللي شاد شي حاجه انا بسم الله انا موجود. واخا شريف انا نرجع معاك لهاد القضيه ديال الورث. عند الناس عندك مثلا شي وثائق على ان اللي كيثبت انك الحق ديالك ما شديتيش وان الحق ديالك راه كاين؟ الوثائق اللي عندي هما كاينين امس. زيد انا الوثائق اللي عندي موجودين، وانا اللي شاد شي حاجه مرحبا، انا نتربى، وهاد الناس اللي كانوا معدين عليا خاصهم يترباو. دابا قلتي لي شاد شي حاجه، واش كيتهموك انك شديتي حقك ولا شنو؟ اي كيقول لي شاد حقك، انا ما شاد حتى حاجه. هادشي اللي كاين، انا السكنه ما شاد والو، انا حقي ملي كتب لواحد السيد شي دراري خوتي، كتب معاهم واحد شي محالات، الناس اللي جريت عليا انا، كتب معاهم وانا ما بغيت يكتب معاياش. هادشي اللي عطى الله هو هذا، راه ارضنا بزيتوننا بشغلنا، هاد الناس قلعوا لي كلشي حقي، قال لي سير فين عجبك. هادشي اللي كاين. درتي شكايات في الموضوع؟ ارسلت للرباط، مشيت بنفسي، مشيت لمراكش، خليت بلاصة هنا المحكمة، مشيت للعامل، مشيت للمحكمة، إدارة، قيادة، دائرة، خليت بلاصة أنا، ما كانش اللي يهز فيا شي اللي كاين، فين ما مشيت كيجريو عليا. وشنو السبب؟ ما يمكنش يجريو عليك، شنو السبب؟ واش كاين شي سبب علاش تيردوك؟ واش كاين؟ ما فهمت والو، هاد الناس مرشوي معاهم ولا شنو؟ المهم هاد الشيء أنا فهمت والو. لا دابا اسمح لي، دابا غير جوج الحوايج، هاد الناس شنو تيطلبوا منك؟ هاد الناس اللي كتقدم لهم بشكايات في الموضوع شنو كيطلبوا منك؟ واش كيطلبوا منك شي وثائق؟ كيطلبوا منك شي حاجه؟ شنو وكيفاش تيجريو عليك؟ ما فهمتش انا كيفاش، عاطي عليا هاد السيد الفلوس؟ فهمت انا والو، راه ما يمكنش يعطيك فلوس. دابا تنهضروا، دابا هاد السيد انت اللي كتقول انني درت شكايات وما خديت والو، اولا كنمشي هاد الناس تيجريو عليك، راه ما يمكنش الاداره غتجري عليك، الاداره كتعامل بوثائق شريف. هو كلشي قلبوا عنده. نعم. هو كلشي زورو قلب عنده، كلشي الوثائق لا التحفيد ولا كلشي دارو زورو قلبو عنده. قال لك هاد السيد شاد شاري من عند بوكم، قلت له شاري شي حاجه تقدم معانا، كون معانا لا بايع ليك تقدم معانا، ما بغى يدير معايا حاجه. قال لك انا شاري من عند بوكم. ايوا دابا الشريف انت رجعتي، دابا رجعتي لموضوع اخر. لا انت اسمح لي، انت قلتي لي دابا ان هاد السيد عنده وثائق، عنده وثائق كتثبت انه الارض ديالو، وهاد الوثائق كتقول انت انها هي مزوره. مزورة. إذا أنت شنو خصك دير؟ خصك تطعن في هاد الوثائق اللي ما كتقول. ما خليت أنا دفع التعييف، ما كانش اللي عمر معايا السوق. نعم. أنا كنطالب في الحق ديالي نامس. سيدنا الله ينصرو. كاين على سيدنا هو اللي كاين بوحدو، سيدنا الله ينصرو، عاش الملك. عاش الملك.
ما كاين حتى شي واحد غير الله والملك، هادشي اللي عطى الله هو. اذا انت كطالب بحقك اليوم؟ اي كنطالب انا بحق ديالي، ديالي نعم، انا كنطالب بالحق ديالي، انا ما كنطالبش حق شي واحد. الا نسى يعطيوني حقي، الا ما نسالش عندي ما نقول. اذا الرساله واضحه مشاهدينا، كما تابعتوا معنا هاد القصه ديال هاد المواطن اللي كيتهم الاخ ديالو بانه استولى لي على الحق ديالو في الارث اللي خلى الاب ديالهم، واللي كيقول انه من بعد ما كان تم التعويض ديالهم كانت عندهم الارض في سد المسيره، وتم التعويض ديالهم بضواحي قلعه السراغنه بجماعه الحافات. اليوم كيطالب بالحق ديالو، كيطالب يعني الجهات المسؤوله باش تنصفوا في حقه في الارث اللي كيخول له القانون. مشاهدينا الى هنا نصل الى نهايه هذا البث المباشر من قلعه السراغنه، نلتقي في مباشر اخر ان شاء الله، الى اللقاء.